السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم على قناه اماماني. ان شاء الله الكل في تمام الصحه والعافيه. بما اننا في موسم الليمون وسعره في متناول الجميع، اليوم ان شاء الله راح نحضر مع بعض حلوى بذوق الليمون، حلوى هشه وتذوب في الفم، مذاقها اكثر من رائع، سهله التحضير، مقاديرها بسيطه وراح تعطينا كميه كبيره. ان شاء الله تنال وصفه اليوم اعجابكم. نبدا على بركه الله بالمقادير. راح نحتاج الى 3 ملاعق كبيره من الزبده او المارغرين، تكون بحراره المطبخ، الملعقة تكون أو الملعقة تكون مملوءة جيدا. نحتاج أيضا إلى نصف كأس من الزيت ما يعادل 100 ملل، 3 ملاعق كبيرة من السكر الناعم، حبة بيض كاملة وصفار، حبة بيض مبشور، حبة ليمون، 4 ملاعق من عصير الليمون، ملعقة صغيرة من الخميرة الكيميائية، وفرينة أو طحين على حسب الحاجة. بالنسبة للطريقة، راح نخلط كل من المارغرين أو الزبدة اللي تكون بحرارة المطبخ مع نصف كأس من الزيت، 3 ملاعق كبيرة من السكر الناعم. نخلط هذه المكونات جيدا سواء باليد أو بالخلاط الكهربائي حتى نتحصل على خليط كريمي. نضيف كمية البيض ونستمر في الخلط. نضيف كمية عصير الليمون، مبشور الليمون والخميرة الكيميائية. إذا بعد ما ندمجت كل المكونات، راح نجمع الفرينة أو الطحين حتى نتحصل على عجينة تكون طرية وفي نفس الوقت يمكن تشكيلها. هذا هو شكل العجينة أخواتي، راح تكون بهذا الشكل طرية وفي نفس الوقت متماسكة. راح نقوم بتشكيلها إلى كويرات متساوية الحجم. أنا راح نعملها بحجم 20 غرام، ممكن نعمل وزن أكثر أو أقل على حسب الرغبة. إذا بعد ما نشكل كل العجينة، نقوم بإدخال الحلوى لفرن يكون مسخن مسبقا على 180 درجة. بعد ما تأخذ معي الحلوى هذا اللون، نقوم بإخراجها من الفرن ونتركها تبرد تماما. هنا عندي كمية من السكر الناعم اللي يكون منخول، هنا عندي كمية من عصير الليمون. راح نضيف ملعقة كبيرة من السكر الناعم لعصير الليمون ونخلط حتى يذوب مع العصير. نضع الحلوى في العصير وعصير الليمون ونقوم بإخراجها مباشرة ونقوم بوضعها في السكر الناعم. إذا راح نغطي الحلوى جيدا بالسكر الناعم ونتركها حوالي 10 دقائق. إذا بعد مرور 10 دقائق، نقوم بإخراج الحلوى من السكر وننزل كمية السكر الزائدة. وكلمسة أخيرة، راح نرش على الحلوى كمية من السكر الناعم. هي الحلوى اللي حضرتها معكم اليوم اخواتي، اللي كانت حلوى بذوق الليمون بمقادير بسيطه، تحصلنا على كميه كبيره. حلوى هشه ذوب في الفم. ان شاء الله تنال وصفه اليوم اعجابكم، والى الملتقى في وصفات جديده باذن الله.